وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. حضرات السيدات والسادة الكرام، يغمرني شعور عميق بالسعادة وأنا أتواجد معكم في رحاب هذا الفضاء الحميم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 21 من شهر يناير 2011، ونحن على عاتقة عطلة نهاية الأسبوع الأول. إننا نلتقي في هذه الأمسية الطيبة من أجل تكريم أخواتنا الفاضلات وإخواننا الأفاضل بمناسبة إحالتهم على المعاش برسم فوز سنة 2010. وبهذا إني أقف أمامكم في هذه اللحظات المؤثرة جدا، وأود في البداية أن أقدم لكم جزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة لحضور هذا الحفل المريح الذي يؤلف بين قلوبنا ويترجم مشاعر الود والإخلاص والاحترام والتقدير فيما بيننا نحن أفراد أسرة التربية والتعليم لثانوية عدنان، هذه المؤسسة التاريخية العريقة الآن. وسعيد أيضا أن أعبر أصالة عن نفسي ونيابة عن سائر العاملين بالمؤسسة عن عمق حرارة أحاسيسنا الإنسانية والمهنية التي تنتاب ذواتنا تجاه إخوتنا أخواتنا وإخواننا المتقاعدين، وبما نكن لهم جميعا من الاحترام والتقدير والتكريم. إنها وقفة تأمل أخ تجاه أخته وأخيه في أحضان هذه الأسرة، أسرة التربية والتعليم بثانوية عدنان التأهيلية، كما أنها وقفة اعتراف بما بذلتموه أيتها الأخوات وأيها الإخوان، كل من أخوات سعاد وعزة والسيدة فاطمة شكر والسيدة رشيدة بوجندوف والسيدة سميرة بفوشة والأستاذ فاضل المجلس وعبد القادر الاختاوي والأستاذ أحمد عدو والأستاذ أخونا وعنان الهاشمي. ما بذلتموه أيها الإخوة من جهود موازنة بما حققتموه من نتائج جيدة واعدة في المشهد التربوي والتعليمي في مختلف جوانبه، إن وباء بين مواعيد الشعور الصادق والعميق بالسخاء في أجواء هذا الفضاء الرحب أيها الأعزاء تجعلني أتقدم بكل إشكال وتبشير إخواتنا سيدات كما أشرت إليه سابقا، إخواتنا وإخواننا بأجمل التهاني والتبريد وأعلى الأماني، داعين لهن ولهم بطول العمر وبطول الصحة والعافية والهناء. هذه هي إذن باقة من عبارات التقدير والاحترام التي نسجناها لديكم من صميم أحاسيسنا الإنسانية وعمق ضمائرنا المهنية، ولا يقاس عمق حرارة صدقها إلا بمقدار قصار افتخارنا واعتزازنا بهن وبكم وبشدة تنويهنا بما أسلمتموه من خدمات دولية ساهمت إلى جانب هذا وذاك من نساء ورجال أسرة التعليم في تنظيم المجتمع المجتمعية بالبلاد. تهانيكم لكن ولكم أخواتي وإخواني، وأنتم تحظون بحياة جديدة نتمنى لكم ولكم حياة منها راحة البال والخواطر، حياة التأمل والخشوع والطمأنينة. إننا نسأل الله عز وجل أن يجعل مطافكم جديد هذا مطافا سليما وشهدا حكيما ويوما كريما. إن قرار وجيزا في تاريخ حياتكم وحياتكم وكيفيتها سواء بالنفس الطريق أو بالنفس البعيد يكشف لنا عن محطات مضيئة في مشهد الرؤية الثانية معكوفا كنتم فيها آراء ثانية وحصول الإشعاع والتهذيب والتقدير والدعم والتضامن والتشجيع والتشجيع. فأي مثقال خير يوازن ثمار إنجازاتكم وإنتاجاتكم على أصعدة كثيرة من
وفي تعبير مترجم بالتمام ما قدمتموه بكل تفاؤل وتضحية ونكران الذات وجدية ومسؤولية ووعي ومسؤولية خلال عقول طويلة من العمل بكل جهد شهيد، وأنتم تضفون روح النمو والنجاح والإصلاح والصلاح العام ما فيه خير للناشئة جيلا بعد جيل ولهذا البلد الآمن الأمين. هكذا إذا تترسخ صورتكم في إذهاننا ذلك الإنسان المكافح والمتفاعل والطموح والمتفاعل والمناضل والواعي والمسؤول والمنخرط في أوراش تنمية مجتمع بلادنا في أمة جمياته. هذه هي إذن اللوحة الفنية التي ننشدها لكم ولكم من خيوط إنسانيتنا الدافئة التي تخالج ضمائرنا المهنية، وفي هذه الظروف الاحتفالية الطيبة وأنتم تنعمون وتنعمون بذلك لعيد ميلاد جديد لبلوغ حياة المعاش بل أقول لكم حياة الراحة والطمأنينة. وختاما يطيب لي أن أعبر لكم مجددا باسم سائر أفراد أسرة التعليم بثانوية عبد المؤمن عن عظيم العرفان وأخلص الامتنان عما قدمتموه من عطاءات متمثمرة ونيرة للأجيال الحاضرة والقادمة لهذا الوطن العزيز. وحتى لا تفوتني الفرصة كذلك أشكر اللجنة التي أشرفت على تنظيم هذا الحفل البهيج، ويتعلق الأمر بالسيد عقري البويدر والمهدي الأحمادي والأستاذة ليلى جوهر على تنظيمهم لهذا الحفل البهيج، وكل من ساهم في إنجاح هذه المناسبة من قريب وبعيد، والشكر الجزيل والتقدير الجليل للجميع مصداقا لقول الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.